طيب، يمكن الناس كلها كانت مشغولة بموضوع البنوك والرسائل اللي بتيجي على التليفونات انه ما تراجعش اي بيانات خاصة بيك مع حد بيكلمك على التليفون، وانه ده مش البنك. وزارة الداخلية امبارح قدرت انها تقبض على تشكيل عصابي استولى على اموال عملاء احد البنوك، ويعني ده رد كبير جدا على هذه القضية اللي بتشغل الرأي العام كله في الفترة اللي فاتت. ووزارة الداخلية نشرت فيديو باعترافات المتهمين، خلينا نشوف قالوا ايه وايه تفاصيل هذه القضية ونرجع نكمل الكلام مع حضراتكم بعد هذا الفيديو. قال لي حاجة واحدة، حضرتك هتفضلي معايا على التليفون والبنك هيبعت لك رسالة دلوقتي برقم كود هتملهوني من الشمال لليمين ويتم التحديث. شغلت قضية سرقة مبالغ مالية من عملاء أحد البنوك الرأي العام على مدار الأيام الماضية، في الوقت الذي كانت تواصل فيه أجهزة وزارة الداخلية العمل ليل نهار للوصول إلى مرتكب تلك الواقعة، بعد تأكيد عملاء البنك تلقيهم مكالمات من أشخاص ادعوا فيها أنهم موظفون بالبنك، وعرضوا عليهم تحديث البيانات وربط حساباتهم البنكية بخدمات الإنترنت البنكي، ومن خلال طرق احتيالية تمكنوا من الدخول على الحسابات الخاصة بالعملاء وإجراء تعاملات بنكية عليها. كنا بنتصل بالعميل وبنستدرجه في البيانات انه يقدر يوضح لنا بياناته، وبنوضح له ان احنا موظفين البنك عشان يكون في تحديث للبيانات وكده. بيبدا ان هو يديني بياناته وافعل بيها الخدمه وبيجي باسورد، فانا بقول له ان الباسورد ده جالك عن طريق البنك، فهو بيقدر ان هو يوضحه لي. لما باخد منه الرقم ده ببقى خلاص قدرت ان انا اوصل لحسابه، بقدر اتعامل اونلاين او اقدر ان انا اشتري بالكارت. يعني ما كانش اساسا المواطن يساعد اللي بيكلمه، ان هو اللي قال البيانات، يعني هو لازم هو اللي يقول كل حاجه. ولكي يتمكن المتهمون من سحب المبالغ الماليه من ماكينات الصراف الالي، قاموا بانشاء شركه توظيف وهميه بالمنيا، واعلنوا عن وظائف، وطلبوا من المتقدمين انشاء بطاقات دفع الكتروني وتسليمها لهم بدعوى تحويل مرتباتهم إليها، ثم قاموا بتحويل المبالغ المالية المستولى عليها من عملاء البنك إلى تلك البطاقات، وسحبوا المبالغ المالية من عدة ماكينات آلي بالقاهرة. كنت بنزل إعلان بالوظائف المطلوبة، وكنت بكلم الناس وبتعامل معهم عادي، وقابلتهم وعملت معهم الانترفيو وقلت لهم الورق المطلوب. كل واحد ملى الابليكيشن بتاعه وصورة البطاقة واتنين كارت ميزة. حولت المبالغ على الكروت من حساب العميل، حولتها على الكروت، بس بعد كده سحبتها، بس طبعا كنت متخاف فيها. قدرنا نحصل في خلال الثلاث ايام بعد ما سرقنا الفلوس من العملاء، قدرنا نحصل على 2 مليون جنيه. لم يكن من السهولة بمكان الوصول لهذا التشكيل العصابي نظرا لتعمدهم التخفي عند سحب الأموال من ماكينات الصراف الآلي، لكن الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة تتبعت خطوط سير الجناة وباستخدام التقنيات الحديثة. طبعا كانت الصعوبة في القضية ان المتهمين بيستخدموا اتصالات هاتفية بارقام غير مسجلة باسمائهم، بالاضافة ان بطاقات الدفع الالكتروني اللي كانت بتستخدم في عمليات سحب الاموال غير خاصة بيهم وخاصة بناس مجني عليهم تم الاستيلاء عليها. كمان ان المتهمين اثناء ترددهم على ماكينات الصراف الالي بيتعمدوا اخفاء وجوههم. نجحت الادارة في اعادة المبالغ المستولى عليها كاملة الى عملاء البنك، وفكت لغز قضية معقدة برغم اتخاذ المتهمين للعديد من إجراءات الحيطة والحذر لعدم كشف جريمتهم، ما يؤكد احترافية وقدرة الأجهزة الأمنية على التعامل مع الجرائم الإلكترونية المستحدثة وضبط مرتكبيها، بما يسهم في الحفاظ على مدخرات وأموال المصريين. وتهيب وزارة الداخلية المواطنين الحذر في التعامل مع الاتصالات الهاتفية من أشخاص مجهولين وعدم إعطاء أي بيانات عنهم، سواء من حيث بطاقات الدفع الإلكتروني أو بيانات الحسابات البنكية الخاصة بك.
سقوط هذا التشكيل العصابي يؤكد على اليقظة الكبيرة التي تتمتع بها أجهزة وزارة الداخلية ودقة الرصد والمتابعة وسرعة الضبط في التعامل مع كافة الجرائم بخاصة الجرائم الإلكترونية المستحدثة، والهدف الأساسي هو الحفاظ على ودائع المصريين في البنوك المختلفة. عبد الله بركات، التلفزيون المصري. في الحقيقة النوع ده من التقارير ليه أهمية كبيرة علشان خاطر بيأكد إن مفيش أحد فوق طائلة القانون. بنشكر رجال مباحث الأموال العامة بشكل عام على سرعة ضبط الجناة في القضية اللي شغلت الرأي العام يعني لفترة طبعا. مش كبيرة، وهو ده اللي عاجبني في الموضوع بنسبة كبيرة. وكمان يعني دورنا الحقيقة إنه نوعي تاني ونقول إنه يعني اللي بيحصل ده لما نشوف بقى تحذيرات ما تبعتش اي بيانات خاصه ليك، يبقى ما تبعتش اي بيانات خاصه ليك غير لما يتم التاكد ان الجهه دي هي الجهه المنوط بيها انها تاخد هذه المعلومات، علشان ده ما يستغلش ضدك سواء في نصب واحتيال فيما يخص البنوك او غيره. ده حقيقي، كل الشكر لوزارة الداخلية ولفرق البحث بشكل عام ويعني رجالة المباحث الخاصة بالأموال.